هذه المعركة الخط يعني النضالي في ميدان البترول اللي هو قلب الموازين في هذا الميدان. أما الربيع الأخرى اللي حدث هذا الكويت والإمارات وكذا هم عم يحاولوا في الشركات باش يبقوا، ولكن لما يجدر واحد محكومين من ناحية سياسية قال لكن أمه بالكاغط ومن تحت أن نخلي كل شيء، وربما بعد التأمين تربح أكثر من اللي كنت انت من هذا الواقع يعني المعركة انتع البترول. وإحنا أمننا يعني كنا لنا ثقة بين هذا يعني السلاح انتع البترول والسلاح اللي يوجع الغرب، قلنا لازم الغرب الرأس مالين هذه نضربها في المكان اللي يوجعها، ماهوش نستحلوا على خد وكعرف ولا نطبطبلوا شوية على كف ولازم نضربوا في الضربة يعني في المكان اللي يوجعوا صحيح الرأس مالي وين توجعوا لما ضرب له في الجيب هذاك توجعوا مليح. والحصة الكبيرة مثل ما تعرفوا كانت ثروات طائلة راكدة يستغلوا فيها الرأسماليين، وبعض شيوخ شيوخ البترول من العرب اللي ربما البعض نرجع للموضوع هذا ظلوا يهزوا في البرانس نتاعهم ظلوا يهزوا في البرانس وظل الرباعة تسكروا وتشري في الكازينوهات وتقودي في الغنيات يعني ديارام اترافير الأوروب في الأمريك والأموال في البنوك. فالواقع ما كان لهم حتى وزن في هذه العملية، وإنما قال مدوا الفلوس منا كعرف إذا كان مصر تكلمت قال المتضرة من الحرب مد لها شوية نتاع فلوس مد لها 200 دولار 200 مليون دولار و 300 مليون دولار وسكت ما كعرف حط له هذيك الحجرة في فمه خليه يسكت. علاش نتكلم على قضية البترول؟ لازم نعرف كل الخبايا نتاع المعركة نتاعنا. علاش نتكلم على قضية البترول؟ قضية البترول هي معركة العالم الثالث. قضية البترول وصلتنا المعركة المواد الأولية. لأول مرة العرب أصبح عندهم قيمة. العرب المهزومين، العرب المشارقة المهزومين اللي يعني من 48 وهم يأكلوا في المطرق حتى 73 اليهود وصلوا تقريبا القاهرة كذلك. طيب لأول مرة العرب يحاربوا شوية ويعطيوا طريحة يعني قتلوا شوية انت على اليهود، لكن في نفس الوقت اليهود كانوا على 100 كيلو من القاهرة